بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أقول؟ ماذا أقول والحال يغني عن البيان؟ ماذا أقول وأعراضنا تنتهك في سوريا؟ ماذا أقول وأطفالنا ينحرون نحر النعاج دون أن يحرك العالم بأسره ساكنا؟ أنا لا أتكلم عن العالم، بل أتكلم عن كل مسؤول من جاكرتا إلى الرباط، كل مسؤول قادر على إيقاف هذه المجازر. أليس فيكم رجلك المعتصم؟ أليس فيكم نخوة؟ أليس فيكم مروءة؟ إذا ذهب الدين فأين المروءة؟ الأطفال يقتلون ويذبحون ولا يتحرك منكم أحد. والله لو كان طفل من أطفال هؤلاء المسؤولين القادرين على تحقيق أو إيقاف هذه المجازر يصاب بجرح بسيط لامتنعت أعينهم عن الغمض أو النوم. الأعراض تنتهك، سبايا يؤخذون، عدو لا نعرف قبله، لا نعرف مثله من قبل، يستبيح كل شيء. مشكلة إخواننا في سوريا أن الغرب والعرب تواطؤوا عليهم. الغرب يريد إيقاف حارس على بوابة إسرائيل، والعرب ما عندهم أي مشكلة يموت 5 ملايين سوري في سبيل أن يقف قطار الثورات. الكل يعتقد أنه بزوال نظام بشار سيكون الدور عليه. احنا تكلمنا وبدينا بفتح باب للتبرعات، وطالبنا بفتح باب الجهاد، ونسمع من يقول ابدأ أنت بنفسك إذا كنت تدعو للجهاد. وأنا أقول أمامكم وألزم نفسي بالتزام لا أقيل منه ولا أستقيل لله علي، إن أعلنت الأمم المتحدة مجلس الأمن تسليح الجيش الحر بصورة رسمية، أو فتحت تركيا والأردن أبوابهم للجهاد، أو وافقت حكومة الكويت، أقسم بالله عيب علي إن ما عفرت هذه اللحية في الجهاد في الشام. وهذا التزام مني، وأنا أنتظر بعد من جميع الكويتيين الشرفاء مثل هذا. وجزاكم الله خير.